أبدأ مع ضيفي الكريم من القاهرة. أستاذ أشرف، أحب أن أعرف منك أولاً، هل يمكن أن تمر مرور الكرام وأن تعتبر جزءاً من الأمر الواقع في الإقليم سياسات كتلك التي أعلن عنها سموتريتش اليوم، إنه الضفة أيضاً تحت مظلتنا، سندخلها في عباءتنا؟ لا أحب أن أستخدم، هو كما قال، لا أحب أن أستخدم كلمة الاحتلال. الضفة ليس اسمها ضفة أصلا، اسمها يهودا والسامرة. هل يمكن أن يمر هذا أستاذ أشرف؟ مساء الخير استاذ محمد، ضيوفك الكرام. بكل تاكيد هذا التصريح منذ امس وامس الاول واليوم نال كثير من الغضب والاحتقان في العالم العربي وفي الشرق الاوسط، حتى كثير من دول المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحده الامريكيه لديها مواقف الى حد ما صلبه وقويه. حتى الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل حتى انه ساهم بعيدا باتجاه قطع العلاقات او وقف اتصالات مع الجانب الاسرائيلي من قبل الاتحاد الاوروبي، ربما عرضته فقط المانيا وهولندا. وفي العالم العربي وفي مصر كان هناك موقف مصري حازم وقوي في اليومين الماضيين امس وامس الاول، وايضا موقف ما زال حتى هذه اللحظه يتشعب فيما يتعلق برفض اي ممارسات، لانه ينم عن ان اسرائيل راغبه في مزيد من الاحتلال، وان هذه الدوله غير راغبه في امكانيه ان يكون هناك تسويه سياسيه في الشرق الاوسط وعوده الامن والاستقرار في الاقليم. وبالتالي كل العواصم العربيه والشرق الاوسطيه وحتى المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحده فقط عارضوا مثل هذه الممارسات وحذروا منها، وقال ان هذا الامر سيؤدي الى مزيد من التوترات والحروب المستعره في الاقليم، وربما يؤدي لان يكون هناك بالفعل درجه كبيره من المواجهه العربيه الاسرائيليه في هذه المرحله، لان هذا الامر يعني حجم كل اتفاقيات اوسلو وعمليات السلام والتسويات السياسيه، ويقطع على اي امل قادم لامكانيه ان يكون هناك بالفعل بريق امل في احداث نوع من تهدئه الاجواء في قطاع غزه وفي لبنان، وربما يؤدي الى اشتعال الضفه الغربيه. لا تنسى الضفه الغربيه اكثر حركيه، لديه كثير من قطع السلاح، كثير من ايضا المناهضين للاحتلال الاسرائيلي، وهناك كل الفصائل الفلسطينيه بما فيها حماس والجهاد بجانب حركه فتح، وهذا الامر مفروض تماما. واعتقد القاهره عبرت بكثير من المواقف المتشدده والصلبه والصامده باتجاه رفض مثل هذه الممارسات، ولن تقبل بها كل العواصم العربية في القلب منها الدولة الأكبر والمركزية في الإقليم هي الدولة المصرية. وبالتالي هذا الأمر بعيد تماما، إلا إذا للأسف الشديد كنا نتوقع أن يكون هناك موقف أمريكي من قبل إدارة ترامب، كما قال سفير أمريكا الذي عينه ترامب منذ يومين وسيتولى مقاليد الأمور مع تولي ترامب، قال أن هذا الأمر وارد في الحسبان، وأعتقد أنه زكى أو أحدث عملية تزكية على الموقف الإسرائيلي، لكن أعتقد أن هذا الأمر سيكون لديه حسابات أخرى في الإقليم، وربما يؤدي إلى أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من استمرار التوتر، وربما يؤدي إلى اشتعال كثير من جزوة الصراع في الإقليم في المرحلة القادمة، ليست حروبا لكن على الأقل توترات في أكثر من إقليم بجانب لبنان وبجانب أيضا قطاع غزة والضفة الغربية. نعم، وهنا تبقى المسألة، هل سيكون هناك بالفعل غطاء امريكي من قبل ترامب؟ انا لا اعتقد ان ترامب سيرجع لمثل هذا الامر، لانه يعرف تماما ان هناك 4 سنوات جديده، يريد ان يكون هناك قطيعه مع الماضي عندما وفر لاسرائيل بعض الاستحقاقات باعتراف القدس وهرمت الجولان، لكنه على اعتقد انه اعاد مراجعات نقديه ولن يذهب بعيدا باتجاه استبداد العرب. وبسيره الرئيس الامريكي المنتخب استاذ اشرف،